كريستال اللي هي الكريستال استراكشر بتاع الميتالز. هو احنا عندنا كام نوع كريستال استراكشر؟ ايه عندنا كام نوع كريستال استراكشر؟ قلنا عندنا سبع سيستم على اساس ايه؟ الاقوام بتاعتي اللي هم الاي والبي والسي والزوايا اللي هي الالفا والبيتا والجاما لهم ايه؟ سبع حالات مختلفين فيديني سبع سيستم. وداخل كل سيستم ممكن يكون اكتر من ايه؟ من فورم الكريستال ايه الاستراكشر بتاعتي زي ما شفنا الكيوبيت اللي هو يكون سمبري يبقى بالتالي الاتومز موجوده في الاركان بس او بادي سنتر يبقى بالاضافه للاتومز اللي في الاركان في واحده كمان موجوده فين في السنتر بتاع اليونيفرسال او في السنتر كيوبيت اللي هو بالاضافه للايه للاتومز اللي في الاركان لا في نص كل منتصف مش منتصف بقى اليونيفرسال ومنتصف كل وجه كل فيس في اتوم كمان تمام. وقلنا احنا ايه يعني باختصار كده هنفرق ما بينهم على حسب طول المكعب بتاعي طب نسبه الطول بتاع ضلع المكعب للرادياس بتاع الاتوم لو اللي هي نسبه ثابته للسمبل نسبه ثابته للبادي سنتر نسبه ثابته للايه للفيس سنتر. النقطه الثانيه اللي احنا كنا بنقول ايه الكوردينيشن نمبر. قال لي الكوردينيشن نمبر ده عدد الاتومز اللي هتعمل لي لو انا اخترت اي اتوم داخل اليونت سيل دهيت عدد الاتومز اللي هتبقى عامله معاها تاتش مباشر هتبقى كام؟ دي النقطه الثالثه اللي كنا بنقارن عليها اللي هو النمبر اوف اتومز بس مش المكونين ليه لليونت سيل لا ده داخل المكعب بتاعه جواه كده لان في الاتوم تبقى مشتركه مع اكثر من مكعب فاللي جواه ديت هتبقى عدد الاتومز. النقطة الأخيرة كان الحاجة اللي بيسميها ايه؟ الباكن فاكتور أو معامل التعبئة، اللي هو نسبة الحجم المشغول اللي عندك من الأتومز على الحجم الكلي بتاع الايه؟ بتاع الأتومز. وآخر حاجة ما دام احنا جبنا عارفين نسبة الحجم المشغول ونقدر نجيب وعارفين عدد الأتوم يبقى نقدر نجيب الماس بتاعتها، بالتالي لو أنا قسمتها على الحجم الكلي يبقى أنا جبت الايه؟ الكثافة. ودي كانت آخر نقطة احنا ايه؟ احنا قلناها. النهاردة إن شاء الله هنشوف السيراميك كريستال استراكشر. طب ما احنا كنا بنقول ان السيراميك ماتيريال عباره عن ايه يا شباب؟ هل هي ماده بتدور السيراميك ماتيريال؟ ولا لا، السيراميك ماتيريال عامه بتبقى ماده ميتال مع نون ميتال واغلبها بيبقى الاكسجين او النيتروجين او الكربون. اوكي؟ فبالتالي انا مينيمم عندي في السيراميك ماتيريال كم ماده كم اليمنت دلوقتي؟ تو اليمنت. طب ما هو تو اليمنت دول كان الرابط في السيراميك ماتيريال ايه يا شباب؟ حد فاكر؟ ها اللي هو الهرم اللي كان اخر حاجه في شابتر 2 الروابط اللي بتبقى في السيراميك ماتيريال قلنا يا بتبقى ايونيك بوندنج يا كوفلنت بوند ايونيه او تساويه. طب وهو مش لازم يبقى فيه استقرار لو جينا خدنا قلنا لا ده ربط احنا هنشتغل على ربط الايونيه بس مش لازم يبقى فيه اتزان بين الشحنات الموجبه والشحنات السالبه. طب ما هو انت عندك عنصرين دلوقتي ولازم يبقى فيه اتزان، هل يبقى لازم عندي ان يكون عدد الايونات الموجبه قد عدد الايونات السالبه؟ لا مش شرط، يعني انا عندي ان اي سي ال مثلا ايون موجب قصاده ايون ايه؟ سالب تمام؟ انما ما اضمنش كل الماتيريال اللي داخل السيراميك تبقى بنفس الايه؟ بنفس السيستم. فبيقول لي هنا السيراميك استراكشر طبعا ما دام هي بتتكون من تو اليمنت مينيمم يبقى بالتالي الكومبلكس استراكشر بتاعها هيبقى ايه؟ هيبقى كومبلكس ايه؟ كومبلكس استراكشر. وقلنا الروابط اللي فيها ايونيك او كوفلنت او كومباينيشن من الايه؟ من الاثنين. قال لي بالنسبه للايونيك هقول ان الايونيك ماتيريال اللي هي الايون الموجب هسميه كاتيون. الايون الموجب هسميه كاتيون اللي هو بوزيتيف شارج ايون. والايون السالب اللي عليه شحنه سالبه هسميه اللي هو الايه؟ الايون. طيب الخواص بتاعتها لما يجي التو اليمنت دول عشان يكونوا لي الاستراكشر بتاعي عشان يكونوا لي الحيطه بتاعتي ما انت عندك دلوقتي تو اليمنت هندمج دار يا شباب بطوب والبلوك الابيض الكبير ده مع الطوب بتاعنا العادي الاحمر. وما هو هنا في فرق في السايز تمام؟ ما هو هنا برضك عندي تو اليمنت فما اضمنش ان السايز بتاع التو اليمنت الاثنين ايه؟ قد بعض قوي او قريبين من بعض قوي. قال لي فبالتالي الاستراكشر بتاعك هيبقى متوقف على حاجتين الماجنتيود اوف الكتريكال تشارج نسبه كل عنصر منهم او كل اليمنت منهم
عليه شحنة قد إيه؟ هل هو فقد إلكترون والتاني اكتسب إلكترون؟ ولا ده فقد 2 إلكترون والتاني بيكتسب 1؟ فبالتالي مش إيه؟ مش ذرة، مش أطم واحدة هترتبط مع أطم واحدة أو أيون واحد موجب مع أيون واحد سالب. لا، ده أنا عايز 2 مثلاً سالبين مع الأيون الواحد اللي الموجب على سبيل المثال. ماشي؟ الحاجة التانية اللي هو الريلاتيف سايز بتاع الكاتيون والأيون، نص قطر وكل واحد فيهم قد ايه. بمعنى ان انا الماجنتيود والالكتريك تشارج، انا في النهايه لازم تكون الماتيريال بتاعتي نيوترا، عدد الايه الشحنات مش الايونات، عدد الشحنات الموجبه قد عدد الشحنات الايه السالبه. فانا لو عندي ان اس ال زي ما احنا كنا بنضربه مثال، ايون موجب قصاد واحد ايه سالب، ده الكترون وده يكتسب الكترون، فما فيش اي مشكله. طب سي اي في 2؟ ده الايون الموجب بتاع السي اي بيفقد 2 الكترون، والفلور ما بيكتسبش الا ايه الكترون واحد، يبقى كل اطوم من السي اي هترتبط مع 2 اطومز من الايه من الفلور. طب ما هو كده اكيد الاستراكشر بتاعي هيتغير عن ما يكون 1 2 1 1. اوكي، النقطه الثانيه الريلاتيف سايزز بتاع الكاتيونز والانيون، اللي هي ايه الريدياس بتاع الايون الموجب للريدياس، النسبه بتاعته للريدياس بتاع الايون السالب، على اساس ان احنا في معظم الوقت بنقول الايون السالب هو اللي حجمه بيبقى اكبر. يا شباب، طب تعالى كده نشوف الحالات بتاعتها. قال لي قبل ما نشوف الحالات بتاعتها، هو امتى اصلا الاستراكشر بتاعي او الترابط بتاعي ده هو يبقى ستيبل؟ هل ده اللي هي الاطوم الملونه او الدايره الملونه ديت اللي هي الايون الموجب، واللي حواليها هي الايونات السالبه. ماشي؟ هل ده يبقى ستيبل يا شباب؟ هات كرة كده أو بلية صغيرة بين 4 كور سلة وحطها في النص ما بينهم، هل هي هتمنع أو ما يمنعوا حركتها؟ طب بالتالي يبقى كده الاستراكشر بتاعها مش ستيبل. تمام؟ الاستراكشر يبقى ستيبل أنت لو هي طفش للأربعة، يعني زي ما احنا بنقول بالظبط، أو إن هي أكبر من الإيه؟ من السبيس اللي موجود معاهم، بحيث إن إيه؟ خلاص هيبقى المكان بتاعها إيه؟ مقيد، مش هتتحرك نتيجة الإيه؟ الأطومز اللي حواليها. أوكي؟ قال لي طب ما هو هنا أنت قاعد تقول لي نسبة الأيون الموجب الريدياس بتاعه من الأيون السالب. طيب هنشوف الحالات اللي عندنا. قال لي عندي أكتر من حالة. أوكي؟ الحالات اللي عندنا لو جينا نبص عليها على الرسم كده، أول حالة النسبة بين الآر سي اللي هي الار كاتيون بتاع الايون الموجب للايون السالب، اوكي، قال لي لو هي اقل من 155 من 1000، ديت عامله زي ما تكون جبت كورتين سله كده وحاطط بينهم بليه او الكره بتاع التنس الطاوله، حط واحده ثالثه كره سله ثالثه ولا رابعه ولا خمسه، هتعمل تاتشنج مع؟ طب هنا يعني 2 بس اللي هيعملوا لي تاتشنج مع الاطوم الصغيره دهيت، يعني الكوردينيشن نمبر بتاعت كام؟ ب2. تمام؟ الثانية أو النوع الثاني قال لي لو النسبة بين الأر سي، لو النسبة بين الأر سي على الأر إيه محصورة ما بين 155 من 1000 و 225 من 1000. قال لي هنا يبقى الأطوم اللي عندي هتبقى تاتشن اللي هي الكاتيون الأيون الموجب، هيبقى تاتشن بالثلاث أيونات السالبين هيجيني الاستراكشر ده. كأن عاملين مثلث وفي السنتر بتاع المثلث أو الفيرتكس بتاعته في الاطوم اللي هي الايون الموجب. النوع الثالث اللي هو لو عندي الار سي من 225 ل 414 من 1000. قال لي ده هو كانك جبت ثلاث كرات كده وحطيت بينهم الذره وغطيت بواحده رابعه. بقوا عاملين زي شكل الايه؟ شكل الارض. يعني انا جبت الثلاث كرات اللي هم او الثلاثه اطوم اللي تحت ده هم في الاول، حطيت الايون الموجب وبعد كده غطيت بايه؟ الاطوم الرابع اللي هو عامل فيها ايه؟ الكابتن بتاع عشان يودينا الموقع الاولي. اللي بعد كده بيقول لي لو هي من 400 ار سي على الار اي من 414 ل 732 الكوردينيشن نمبر بتاعي بيبقى 6. 6 ده ديت عامله زي السيمبل كيوبك سيل، واحده تحتها وواحده فوقها، واحده قدامها وواحده وراها، واحده على يمينها وواحده على ايه؟ على شمال. عامله زي السيمبل كيوبك سيل. اوكي؟ لو هي من 732 بين 1 الكوردينيشن نمبر بتاعي بيبقى عامل بيبقى كام؟ بيبقى 8. ده هو عامل زي الايه؟ زي البادي سنتر اللي هي في النص وحواليها ايه؟ ال 8. بنقول عليها بادي سنتر وخلاص. ينفع ولا ما ينفعش؟
ينفع ولا ما ينفعش يا شباب؟ لا ليه؟ عشان مش نفس ايه؟ مش نفس القطر. لا هو مش نفس الاليمنت يعني. هي طبعا مش نفس القطر عشان هو مش نفس الاليمنت. يعني المعنى واحد بس هو الاساس ان هو ايه؟ عشان هو مش نفس الاليمنت. في البادي سنتر، الفيس سنتر، السمبل كيوبيك، اوكي؟ او الهكساجونال كلوزد باك، كنا بنقول ان الاليمنت بتاعي او كل الاتومز داخل اليون سيل كلها من نفس الايه؟ من نفس القطر. نفس الجهة. يا شباب قال لي طب تعالى كده نشوف السيراميك كريستال ستراكشر التصنيف بتاعه. قال لي في عندي ثلاث تصنيفات او ثلاث انواع منه. اول نوع اللي بنسميه اي اكس تايب، اي اكس تايب كريستال ستراكشر. ايه الاي اكس ده؟ قال لي يبقى هنا الايون الموجب قصاده واحد سالب، زي ما انت بتقول ايه؟ ان اي سي ال، وانت بتكتب ان اي واحد سي ال واحد او اف اي او، انت بتكتب اف اي، مش المفروض الحديد بياخد 2 الكترونز والاكسجين بيكتسب 2 الكترونز، بتكتب اف اي 2 او 2. لا هنا الاي اكس تايب يبقى الشحنه النمبر هنا اوف كاتيونز هو النمبر اوف انيونز، لان النمبر اوف شارج على الايون الموجب هو نفسه النمبر اوف شارج على الايون الايه السالب بعكس الايه بعكس الشارج. اوكي يا شباب؟ قال لي ده هو تحته ثلاث انواع، حاجه بنسميها روك سولت ستراكشر، سيزيوم كلورايد ستراكشر، الزنك بلاند ستراكشر، ونشوف شكل الكريستال ستراكشر بتاع كل واحد فيهم حالا ان شاء الله. النوع الثاني اه طب ما انا لو عندي ده مش قد ده زي ما كنا بنقول حالا سي اي اف 2 اه ما هنا واحد بيفقد لي اثنين والثاني ما بيكتسبش الا واحد، يبقى عايز اطم من دهوت او ايون موجب من ده هيرتبط مع اثنين ايه؟ سالبين. فبنسميه اي ام اكس دي كريستال ستراكشر. النوع الثالث اي ام بي ان اكس بي كريستال ستراكشر، وده ما يكون ما احنا بنقول ده اقل حاجه في السيراميك ان يكون عندي 2 اليمنت. طب لو اكتر من اليمنت زي الحياه دي اللي هم 3 اليمنت هنشوف هفضل في ايه في الكريستال ستراكشر. نيجي لاول نوع اللي هو الاي اكس تايب اللي هو الروك سولت ستراكشر. هو الصوت اللي هو الايه؟ الماء اللي هو الان ايه؟ ال ان اي سي ال. فبيقول لي الاي اكس ده هو الموست كومن كريستال ستراكشر في السيراميك، المثال اللي عليه اللي هو ال ان اي سي ال الصوديوم كلورايد. ايه ده؟ طب ما احنا لو جينا على الكريستال هنا هنلاقي ده هي الاتوم هي الكلور اللي بعدها صوديوم اللي بعدها كلور والمفروض اللي بعدها تبقى صوديوم اللي تحت الصوديوم اللي هي الكلور، فهتبقى عامله الاستراكشر ماشي بتاعك ماشي ازاي؟ اتوم صوديوم واتوم ايه؟ كلور ماشي؟ قوة من اللي هي البيضة وقوة مثلا اللي هي ايه؟ الحمراء، الاثنين ورا بعض، واحدة من دي وواحدة من دي وهكذا. اوكي يا شباب؟ قال لي طب هنا ما احنا عايزين نعرف النسب بتاعتنا او المعلومات اللي زي ما كنا بنجيب بنطلع اليونت سيت بتاعتنا، فبيقول لي هنا الكورنيشن نمبر بتاعهم بيساوي كام؟ ستة. طب ستة ازاي؟ قال لي امسك درجة الصوديوم ده مش هنا قدامها واحدة فلور ووراها واحدة فلور، عن يمينها وشمالها فوقها وتحتها. طب انا مش عايز على الصوديوم، انا عايز على الكلور، هذا الصوديوم ازالة الكلور. لو وراها واحدة صوديوم المفروض ان هيبقى قبلها ايه؟ واحدة صوديوم، تحتها واحدة وفوقها واحدة، يمينها وشمالها، يبقى بالتالي سواء اشتغلت على الايون ده او الايون ده لازم هيطلع لي الكوردينيشن نمبر بتاعي بكام؟ بستة. طب احنا من شويه بنقول لو عندي الكومبينيشن نمبر بتاعه 6 يبقى الار سي على الار اي النسبه بتاعته محصوره ما بين ايه؟ اللي هي 414 و 700 32. طب اديني اكزامبل عليه. قال لي الاكزامبل ان اي سي ال اه ما ده 1 تو 1 ان جي او 2 2 ام ال اس ال اي اف اف يو ده كله النسب بتاعتهم ايه؟ في النهايه ايون موجب قصاد ايون سالب بغض النظر هو يفقد الكترون او تو والثاني هيكتسب الكترون او ايه او كده يا شباب. طيب ده اول. طيب فبالتالي الاختلاف الاساسي ما بينه وما بين السمبل كيوبك بتاعي ان هنا لا ان عندي تو ايه تو اليمنتس او تو اتومز ايه مختلفه. النوع الثاني اللي بيسميه سيزيان كلورايد ستراكشر. قال لي السيزيوم كلورايد هو الكوردينيشن نمبر بتاعه 8، هذا زاوية السيزيوم ديت وده الاتومز بتاع الكلور. ايه؟
قال لي الاتومز ده هي ما ده عامل زي بي سي سي بالظبط صح؟ يعني الاستراكشر ده ما هي اتوم في النص وحواليها ايه؟ التمانية فعامل زي بي سي سي. قال لي بس ده هو نوت بي سي سي كريستال استراكشر عشان يكون زي ايونز اوف تو ديفرنت عندي نوعين مش نوع واحد من الايه؟ من الايونز او من الاليمنت اللي داخله في الاستراكشر بتاعها. كذلك لو انت خدت الاتوم ده هي هتلاقي واحدة برضك هنا واحدة هنا يعني برضك هتلاقي اللي هي الاتومز الصمرا ده هي لو احنا كملنا الثمانية مش أي ركن هنا بيشتغل مع ثمانية يونت سيل زي ما احنا اتفقنا نسبة المشاركة بتاع المكعب بتاع كورنر بتاع المكعب ثمانية الاتوم اللي هنا فبالتالي ده هي هتلاقي حواليها ثمانية من الصمر يعني هو نفس الكونفيجريشن نمبر بتاعنا اللي هو كان اللي هو ده. اوكي الأمثلة اللي عليها اللي هو السيزيوم كلورايد كمثال اللي هو السي اس سي سي ار كده النوع الثالث حاجه بنسميها الزنك بلند. قال لي الزنك بلند ده الكورنيشن نمبر بتاعه 4 طب ولا 4 دول كنا بنجيبهم ازاي اللي هم الثلاث كور او الثلاثه اتوم اللي انا بحطهم تحت واجي في الفراغ بتاعهم احط الاتوم الصغيره اللي هي الايون الموجب واغطي بواحده ايه واحده رابعه. طب هو الشكل دلوقتي هرم يعني شكل اليون السيل بتاعتي هتبقى هرم. قال لي لا ما احنا بنكون اكتر من واحده مجموعه من الاهرام كده مع بعضها بحيث ان هي تديك الشكل اللي هو الايه؟ الثري دايمنشن اللي هو شكل متوازي المستطيلات او المكعب او كده. اوكي؟ اللي هم السبعه سيستم اللي احنا كنا ايه؟ كنا شغالين عليها. السبعه سيستم ما كانش فيهم شكل ايه؟ شكل ضعف. ماشي؟ حتى الهكساجونال اللي احنا كنا بنقول عليها هكساجونال لا ده عباره عن ايه؟ ثلاثه زي الثلاثه برضه زي متوازي المستطيلات بس باختلاف الزوايا اما بنحطهم مع بعض هم اللي بيكونوا لي ايه؟ الشكل ده. فبيقول لي هنا الكوردينيشن نمبر بتاع الاربعه فبالتالي بتبقى تتراهيدرال اللي هو الشكل الهرمي ده بتكون انت الشكل الهرمي ده مع بعض وبيدك ايه؟ اليونت زد. الاكزامبلز اللي عليها اللي هو زد ان اس زد ان تي اي او السيليكون اي السيليكون كاربايد. يا شباب اللي بعد كده الطيب الثاني يعني احنا عشان بس نلخص المحاضره كلها في هنا ماشي؟ هقول ايه؟ هنقول السيراميك الانظام اللي عليه اللي هو السي اس سي ال الكوردينيشن نمبر بتاعه بيساوي 8 وبالتالي الار سي على الار اي محصوره ما بين 732 من 1000 من 1. النوع الثاني اللي هو السن لين الظاهر اللي عليه اللي هو ال اس مثلا الكوردينيشن نمبر بتاعه بيساوي 4 وبالتالي الار سي على الار اي بتساوي من ايه؟ 5
25 درجة مئوية. هذا الثلاثة طريق بتاعنا هو الايه؟ الأولاني. النوع الثاني اللي هو AM XD. طيب قلنا يبقى هنا النمبر اوف كاتيونز لا يساوي النمبر اوف ايه؟ اوف ان. الاكزامبل اللي عليه اللي هو مثلا CA FE. حاجة تانية FE 3C على سبيل المثال. حاجة تالتة AM 2O3 أكسيد الألومنيوم. محتاج 2 أتومز من الألومنيوم و 3 من الايه؟ من الأكسجين. أي حاجة ما يكونش فيها ايه؟ تكون مكونة من 2 إيليمنت عشان نحن لسه احنا في ايه؟ النوع اللي هو ايه؟ AM X. ما عنديش على طول. الايه يعتبر إيليمنت والايه والإكس يعتبر ايه؟ ثاني. يا شباب فبيقول لي هنا في الام اكس دي كريستال ستراكشر يبقى عندي النمبر اوف كاتيونز والنمبر اوف انيونز التشارج على الاثنين عدد الشحنات على الايون الموجب مش قد عدد الشحنات للايون السالب فبالتالي عدد الايونات الموجبه اللي انت محتاجها مش قد عدد الايه الايونات السالبه اللي انت ايه محتاجها عشان تعمل الايه. فبيقول لي هنا الام او الدي بالتالي لا تساوي ايه؟ واحد. الاثنين ما بيساويوش بعض او واحده فيهم ما بتساويش الايه؟ ما بتساويش الواحد لو الثانيه بتساوي الايه؟ الواحد على سبيل المثال. الاكزامبل زي ما قلنا سي في 2 او اي اكزامبل اللي احنا كتبناه الريشيو بتاعته على حسب بقى الاستراكشر. ما هو انا هنا ما اقدرش احط قيمه ثابته زي الايه؟ زي اللي فات. الريشيو بتاعته على حسب الاستراكشر وحسب الايه؟ النسبه ما بين الاثنين. هل هي 1 ل 2 ولا 2 ل 3 ولا 3 ل 1 على حسب الايه؟ الاستراكشر بتاعها. ماشي؟ امثله عليها ندي الامثله زي ما احنا قلنا بيها في الحماس الايه في 2 مثلا او اي بي 2 وسي مفيش اي بي مفيش اي مشكله. يعني هنا مثلا هو حاطط اليونت سيل بتاع اللي هي السي اف 2 ماشي؟ فبيقول لي هو الكوردينيشن نمبر بتاعنا هي 8 وبالتالي الابسي على الاي بتاعتها تقريبا 8 من 10 ما هيش ده احنا بنقول لو هي 8 محصوره ما بين كام؟ 732 واحد لا هنا في الاستراكشر ده هتبقى ايه؟ 8 ايه؟ 8 من 10 يا شباب؟ طيب النوع اللي بعد كده او النوع الاخير اللي هو اي ام طيب الاخير اي ام دي ام اكس بي طيب ده هنا من A تعتبر element وال B element تاني وال X هو الايون الايه؟ السالب. ده الـ A هي ايون موجب والـ B ايون موجب. يبقى انا هنا عندي ايه؟ الكومباوند بتاعي مور ذان 2 element ماشي؟ وعندي هنا مور ذان كاتيون. على اساس ان احنا بنقول الايون الموجب اسمه الكاتيون يعني يبقى اكتر من ايه؟ من نوع من الايه؟ من طيب من الايه؟ الكاتيونات. اشهر مثال ليها اللي هو الـ BA في اي او 3 يعني الاكزامبل كده هنقول هنا ده هو مور ذان 1 كاتيون. اكثر من نوع من الايه؟ من الكاتيونات. الاكزامبل اللي علينا اللي هو الـ BA في اي او 3 يا شباب طب ما انا عندنا لو جينا كده نشوف الباريوم عباره عن ميتال ايون موجب التيتانيوم ايون موجب الاكسجين هو الايون الايه؟ السالب يعني ده هو يا شباب هو المكان بتاع الفيزيومتريك اللي احنا كنا بنقول عليه يعني ده البي تي ال 3 ده هو الماتيريال او البيز ماتيريال بتاع الفيزيومتريك اللي احنا قلنا لما هتدي لها ايه؟ هتضغطها او تشدها تطلع فولت كهربي ولو عملت فولت كهربي عليها لا تنكمش يا يا تتمكن ماشي ليه بقى الحكايه دي؟ هنا عشان اليونت سيل ده ايه اللي فيها؟ ما انت قاعد تقول لي الاكسجين اللي هو الطبقات اللي جايه اوكي والباريوم هو الكورنرز اللي موجوده في اليونت سيل والتيتانيوم موجوده فين؟ في السنتر هي مش في السنتر
المترحلة عن السنتر، يعني شفتت عن السنتر حاجة بسيطة جدا، وده اللي خلاها ليها ايه؟ خواص ايه؟ الدم الخواص الكهرباء، الخواص الميكانيكية، الخواص الايه؟ الكهرباء. يعني عشان اليونت سيريل بتاعتك ايه؟ ما فيهاش السيمتري، واللي ايه؟ الاطوم اللي في السنتر ديت موجودة في ايه؟ في السنتر. يا شباب؟ طب عايزين نحسب الدنستي بتاعتك. عايزين نحسب الدنستي زي ما حسبنا، مش كنا بنقول الدنستي بتاع الروم بتاع المره اللي فاتت اقدر اجيبها من اليونت سيل، كنت بقول النمبر اوف اتوم داخل اليونت سيل مضروبه في الايه؟ اتوم ويت ومقسومه على عدد الدايمنت كده جابت لي الماس بتاع الاتوم، هقسمها على الفوليوم بتاع اليونت سيل يبقى انا كده جبت لي ايه؟ 6 سنتر. طب ما هي هي بس في الحاله دي انا عندي 2 تايبس، يعني عندي ان واحد ماشي يبقى في ايه واحد زائد ان 2 مضروب في ايه على ماشي مقسوم على ايه؟ من الجاهليه عشان تجيب كانك بتجيب الكتله بتاع ان واحد يبقى ده المفروض ان هي تتقسم على عدد ايه؟ افوجادرو ماشي، ودي هتتقسم على عدد افوجادرو، فممكن اخده ايه؟ مشترك تحت يبقى هنا هو ان بتاع افوجادرو على الفوليوم برضه بتاع اليونت ايه؟ الفوليوم بتاع اليونت سيل. تمام يا شباب؟ قال لي طب احنا عامة هنحسب لايه؟ للحالة الأولانية اللي هي ايه؟ اكس طيب. اكس طيب، طب ما هو بالتالي ان واحد هتساوي ان 2. قال لي طب خلاص يبقى انا خدها مشترك واسميها ايه؟ ان داش. خلاص خدها مشترك واسميها ان داش. تمام؟ ويبقى ده هو الاتوم الويت بتاع الكاتيون بتاع الايون الموجب اللي هو انا مديله اي 1 هنا، وزائد الاتوم الويت بتاع الايون الايه؟ الكلاينسا. ماشي؟ ده القاعده بسيطه ما فيش يعني كل المسائل بقول لكم ايه؟ بسيطه جدا ما فيهاش لعب عامه يعني. ايه؟ مديني هنا اهو بيقول لي On the basis of crystal structure, we use the critical density for sodium chloride. How does it compare? وبعد كده قارنها بالمين؟ بالاكسبيرمنتال density اللي هو اسف. ماشي؟ فبيقول لي هنا مش الصوديوم كلورايد احنا بنقول ان هو من الطيب الاولاني AX طيب بروكسو ستراكشر كي طيب ما انا عندي هنا يعني النسبه بتاعتي كام؟ واحد لواحد. طب هو كم اطول في الصوديوم كلورايد؟ كان الاتوم جوه الكريستال ستراكشر نفسها. تعالى كده نشوف كان لسه جزء بس من الفيديو المره اللي فاتت نشوفه كده مع ايه؟ مع ده كان اخر حاجه احنا واقفين عندها اللي هو بيطلع لي اليونت سيل في الحالات الثلاثه السمبل والفاضي في السنتر. هنا اهو بتاع الصوديوم كلورايد كانك عامل شبكه بين الايه؟ من الصوديوم مع الكلورايد بحيث الاثنين يتداخلوا ويبقى عندك ايه؟ اطول صوديوم وراء واحده كلورايد، اطول صوديوم وراء واحده ايه ده؟ مش ده عامل زي في السنتر والكيوبك بس مع اختلاف الاطول معايا يا شباب؟ بس لاحظ حاجه ده في النص تمام ما بين ده هي واللي ورا خالص في واحده ايه؟ جوه اما يصفيها برضه خالص عشان نجيب اليونت سيل بتاعتنا فيها كام اطول صوديوم وكام اطول كلور؟ ما الاركان كلور كلها ماشي؟ معلش هرجع للعيد تاني. بس عايز كم قطم كلور داخل المكعب يا شباب؟ تيجي نعمل كده مع بعض؟ انت عندك مين في الركن؟ وعندك كام روك؟ الثمانية لا ثمانية على الفورمة بتاعت بتاع ثمانية يبقى ديت نسبة مشتتها بكام؟ بتم في ثمانية بتطلع لي دي في منتصف الوجه
ماشي؟ كم وجه؟ 8 6 يبقى هيطلع لي كام؟ 3 يعني التوتال نمبر اوف اتوم بالنسبه للكلور كام؟ 4 هو طبعا انا بقول النسبه 1 ل1 يعني دول 4 يبقى لازم يصادفوا مع بعض ابتدي نحسبها على الايه؟ على الصوديوم هي دي هتشترك مع كام واحد؟ 4 يبقى على ضلع المكعب يشترك مع كام؟ 2 ولا 3 ولا 4 3 اخر كلام خليها 4 ليه ما مكتب هنا حط ايه واحد جنب واحد تمام واثنين منين من قدام هي في نص الوجه مش في الكورنر عشان كنت اقدر احط فوقهم ايه 4 لا ده في نص الضلع ده يبقى بايه هتشترك يعني ليا هتشترك مع 4 يبقى نسبه المشاركه بتاعتها كام ربع كده طيب الربع اللي هو هم كام واحده اصلا مش هي في منتصفات الاضلاع وللمكعب كام ضلع؟ ماشي بتاع ابتدائي بقى شباب بتاع ابتدائي اهو المكعب كام ضلع؟ 5 ولا 6؟ 12 12 ربع بكام؟ طب ما هو لسه كده واحده اللي هي هتبقى فين؟ اللي هي في قلب في السنتر بتاع الايه؟ بتاع اليونتسات يبقى بالتالي الان بتاعتي هتساوي كام؟ 4 كيف؟ يبقى بالتالي هنا ده اللي هو الايه عشان اقدر اجيب الحجم الايه الفوليوم بتاع اليونت سيل اللي هو الايه تكعيب تمام وهو مديني الراديوس بتاع الاتوم بتاع الصوديوم الراديوس بتاع الاتوم بتاع الايه بتاع الكلور قال لي بالتالي ان هو لو انا عوضت في الايه الاربعه في الاتوم كود بتاع الصوديوم زائد الاتوم كود بتاع الكلور على الايه تكعيب مضروب في عدد افوكادو طلعت بايه؟ طلعت الكثافه اظن مفيش فيها اي انجل من الأسئلة اللي بتيجي لو بصيت عندك كده في شيت يقول لك ايه الـ FeO قول لي هو انهي تايب من الكريستال ستراكشر السيراميك كريستال ستراكشر واحسب لي الكثافة بتاعته ايه اكس تايب ايه اللي عرفني واحد لواحد يبقى برافو عليك اول حاجه انا عندي هنا ده المفروض ان هو بوزيتيف 2 ده نيجاتيف 2 ماشي يعني النمبر هنا النمبر اوف ايه كاتيونز هيساوي هنا النمبر اوف ايه يعني هيبقى ايه اكس ايه طيب اه بس في مشكله بس انا معرفش النمبر اوف ثلاثه انا نوع في الثلاثه انهي نوع في الثلاثة؟ هل هو روكسول ولا السيزيوم كلورايد ولا الزنك الدني؟ اه ده هيكون مديني الريديوس بتاع الـ FE. مديني الريديوس بتاع ذرة الأكسجين. تمام؟ هتقسمهم على بعض الاثنين. طب على حسب النسبة بتاعتك واقعة هنا ولا واقعة هنا ولا واقعة هنا هتقول هو طيب ايه؟ انا طالب ماشي هو هيطلع روكسول ماشي طيب طلعته بعد كده بقى بتطبق الايه المعادله العام وتطلع الايه وتطلع الكثافه يعني ده من الاسئله برضك اللي موجوده في الشيت دايما للاسف الناس تقوم حاسبه الكثافه على طول وما تنتبهش ان في اصلا مخطوط قبلها اللي هو الطيب بتاعه في شباب في حاجات بقى ثانيه يعني استراكشر تانية طبعا كل ما هتدخل كل ما الاستراكشر بيبقى اكبر شويه او بيتعقد شويه زي مثلا اللي هو السيليكيت اللي هي الاس ار السيليكيت اللي هي السيليكيت اس ار او 4 ماشي هنا عباره عن زي اطوم هنا وحواليه اربعه اللي هو الشكل الرقمي لما تجمعهم مع بعض اهوت اجمعهم مع بعض هيجيب لي
الشكل طبعا الغاشم مجموعه من الاهرامات انت قعدت تجمعها مع بعض عشان تجيب شكل الايه الشكل الثلاثي الابعاد بتاعها. الكربون له اكتر من صوره، ليه الجرافيت اللي هو بتاع الجبال الاصفر ده مش زي الدايموند. ما احنا لما كنا بنحسب النمبر اوف اتومز تمام لقينا من الدايموند بتفرق عن الجرافيت تقريبا 6 وقدامها 22 صفر في السنتيمتر بتاع النمبر اوف اتومز. قال لي هنا ده الاستراكشر الكريستال استراكشر بتاع الدايموند، الكريستال استراكشر بتاع الجرافيت مختلف تماما عن الايه؟ عن ال فبرضك رغم ان هي ايه؟ مش الاثنين هو البيس بتاعهم هو ايه؟ الكربون. كده قال لي طب وهنا هندخل لحاجه ثانيه بنسميها بوليمورفيز ولا بتقول كنت بتطول تيرما الالكترون والكلام ده. اوكي قال لي البوليمورفيزم دهيت ان الماتيريال بتاعتي يكون لها اكتر من كريستال استراكشر. زي ايه؟ زي ما احنا قلنا حالا الكربون له تو فورم، فورم اللي هي الكربون الجرافيت العادي وفورم ثانيه اللي هي الايه؟ الدايموند. طب امال الالكترون ديت اللي هي ايه؟ قال لي الكونديشن اللي بتوفر لك ان الماده بتاعتك تكون فيها ايه؟ استراكشر. يعني هو الدايموند المفروض ان هو بيتكون فيها تحت ايه؟ ضغط عالي جدا وحراره ايه؟ حراره عاليه. ماشي؟ واعمل بقى ايه؟ حول انت الجرافيت والتراب لذهب زي ما كانوا بيقولوا زمان. ماشي يا شباب؟ يعني ده اخر حاجه يعني تديني مثال ثاني اللي هو الحديد الايرن ان درجه الحراره العاديه بيبقى ب 40 سنتر في كيوبك عند 912 بتحول ل في السنتر في كيوبك برضك اللي هو تحت تاثير درجه الايه؟ تحت تاثير درجه الحراره. انا اقف هنا في بالنسبه للجزء ده ان شاء الله رب العالمين. المره الجايه ناخد ايه؟ حاجه نسميها الدايركشن الدايركشن اي استفسار يا شباب؟ يبقى الملخص بتاع المحاضره كلها هو شويه الكلام اللي بنقوله على الصوره مع المعادله التعيين بتاع اللي هو حساب ال حساب الجزء سيكشن 3